يقول السيد عبد السلام الأصمر وهو من أعلام الصوفية الكبار في ليبيا في كتابه الوصايا الكبرى، يقول: تنبيه إخواني، تعقبوا في الدين تفقهوا في الدين وتصوفوا إخواني، فيلزم الصوفي ثلاث أشياء: الأول حفظ سره، والثاني أداء فرضه، والثالث صيانة فقره. قال شيخنا أبو راس رضي الله عنه: فقد بني التصوف على الأخلاق الثمانية من الأنبياء. الأول السخاء وهو لإبراهيم عليه السلام، الثاني وهو الرضا وهو لإسحاق عليه السلام، والثالث العزلة وهو ليحيى عليه السلام، والرابع الصبر وهو لإبراهيم عليه السلام، والرابع الصبر وهو لأيوب عليه السلام، والخامس الإشارة وهي لزكريا عليه السلام، والسادس لبس الصوف وهو لموسى عليه السلام، السابع السياحة وهي لعيسى عليه السلام، والثامنة الفقر وهي لحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن كل الوصايا تتمثل في مجاهدة النفس وعلو الأخلاق، وهذا هو التصوف في تعريف أكثر علماء ليبيا. أهلين ومرحبتين بكم في حلقة جديدة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فسيفساء. في هذه الحلقة بنتكلم على موضوع جدا حساس، وهو موضوع الدين، والكل يتحسس فيه من جهة، لكن نبو ولا منبوش هو جزء من تاريخنا. جدودنا من فجر التاريخ اعتنقوا كل الديانات واتبعوا أكثر من مذهب. صحيح اليوم أغلبنا ما يعرفش هذا التاريخ، ولكن هذا ما ينفيش وجوده. اليوم بنبين من خلال أسماء المناطق في مدينة طرابلس، وهذا ينطبق عليه كل قرية ومدينة في ليبيا تقريبا، كيف أن الماضي المش بعيد من ليبيا ولو لا توجد آثارها المادية وما يتفكروش فيه اليوم ناس هلبة، غير أن أسماء حافظتنا لتاريخها، وإحنا نعود ونتذكر فيهم من غير ما نستشعر على ذكر هذه الأسماء ولا نعرف تاريخها. وعلى ذكر الأسماء، وقبل ما نخش في الموضوع الرئيسي، نذكر زمان اشتغلت في أحد القنوات الليبية، والفريق التقني اللي كانوا معانا فيه سوريين، أردنيين، لبنانيين، وكان عايشين معانا تاريخ الثورة 17 فبراير لحظة بلحظة، وكان ديما ينجدوا شن هذه الأسامي، يعني توحنين نعتبر فيها عادية جدا، مثلا مصراتة، مسلاتة، زليطن، دافنية، يدر، فواتير، ورفلة، مسلاتة وغيرها. يقولوا ديما منين جت هذه الأسماء؟ خير أسماءكم مش عربية، مع أن احنا ومن أي لغة إلى آخره، مع أن احنا متعودين عليهم، فما نتسألوش وما عرفوش علاش الأسماء هذه مختلفة. فصح أغلب الليبيين متعودين عليه الأسامي هذه، لكن قليل منهم من ينشد عليه أصلها، وهذا موضوع بدون شك بنولو له، موضوع التوبونوميا، الأسماء بتاع الأماكن. اليوم بنتكلم على طرابلس، نفس الشيء طبعا ينطبق على طرابلس: عرادة، غرغور، النوفليين، الهاني، سيدي المصري، زاوية الدهماني، الفلاح، السراج، سيدي خليفة، الشعاب وغيرهم، هلبة هلبة هلبة. وهذا اللي خلاني نبحث ديما ونبي نعرف شكون وعلاش هذه الأسماء ومنين جت وكيف جت. أنا ديما طبعا كل الحلقات متاعي هي مجرد تساؤل، ونحب نعرف هيك اللي قودني لهذه الأشياء، هي يعني محبتي للمعرفة، ونبي نعرف منين جت هذه الأشياء. خليكم معاي باش نعرفوا هذه الأسامي منين جت، لكن قبلها لابد من إعطاء تصور عن، لأن الحلقة تتكلم عن أولياء طرابلس، وهنا نضطر نتكلم عن التصوف بما أن موضوعنا عن زي ما قلنا أسماء السادة الصوفية في طرابلس والأولياء وإلى آخره. وزي ما قلنا في العنوان، طرابلس هي مدينة الأولياء،
وزي ما سمعنا تعريف أشهر متصوف في ليبيا السيد عبد السلام الأصمر يصب كل كلامه عن الصوفية على تهذيب الروح والسمو بها، وهي زي ما قال هو طبعا الرضا والسخاء والاعتزال والصبر إلى آخره من مكان من الأخلاق، حتى يكون الإنسان في الصورة التصوف له ما هوش مذهب وله عقيدة. التصوف وعلى الأقل في شمال أفريقيا وسيلة، أو كما يسميها المتصوف أنفسهم، طريقة لتحقيق الغايات التي تحدث عنها في بداية الحلقة السيد عبد السلام الأصمر، لسمو النفس. فتلقى مثلا عالم دين ليبي يقول في التعريف بنفسه: أنا مثلا مالكي المذهب، أشعري العقيدة، عروسي الطريقة. كما هو مثلا الحال مع من أشهر علماء ليبيا أحمد الزروق، وهذا الحال مع أغلب فقهاء ليبيا حتى وقت قريب باختلاف الطريقة طبعا. نجد هذا أيضا في فرق إسلامية أخرى كالشيعة، فلفظة متصوف أو يعني أول من ذكرها كان جابر بن حيان في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي عن أبو هشام الكوفي عفوا، يعني حوالي 150 هجري، وهو كان كيميائي ومترجم من فرقة المعتزلة. ونلقوا التصوف بأشكاله مختلفة، زي مثلا عند الإباضية اللي بنجوه بعدين نتكلم عليها، وعندنا سامي مشهورة في ليبيا زي إسماعيل الجيطالي وغيرها. المهم، ونلقوها عند الشيعة ولم لم يحمل نفس الاسم. إذن التصوف ليس مذهبا دينيا، فيمكنك أن تكون مالكي أو حنفي أو شافعي عفوا وتكون متصوف، وليس بعقيدة، فممكن تكون شيعي أو سني أو أشعري أو إباضي وتكون متصوف كذلك. طبعا هذا يكون بدرجات وبتحفظ على المسميات وعلى الطريقة نفسها وعلى شكلية التصوف اللي يتكلموا عليه. وتصوف أنواع وأشكال، وزي ما يقول كبار المتصوفة الغاية واحدة، وهي السمو الروح بذكر الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم. في الطريقة اللي تكون في الغالب أتباع الشيخ وعندهم في ذلك طبعا يعني التصوف، يكونوا أتباع شيخ معين ويكون عندهم في ذلك حججهم ونصوصهم، تختلف طبعا من عصر لعصر ومن طريقة لطريقة، وعندهم تسلسل زمني إلى صاحب الطريقة. وسمحوني بنقول لك الكلام هذا بدون أي تحفظ، ويمكنكم مراجعة الإحصاءات، فالغالبية العظمى من العالم الإسلامي اليوم يتبعوا في طريقة من الطرق الصوفية، خصوصا طبعا غير العرب، من سهوب القوقاز حتى جنوب شرق آسيا، ومن الصين حتى تركيا، وأغلب مسلمي جنوب الصحراء عندهم طريقة يتبعوا فيها، وممكن حصرها حتى في مجموعة من الطرق. إذن التصوف احتاجه العالم الإسلامي والمسلمين لما شافوا الخلاف اللي عليه العالم الإسلامي في المسائل العقدية الكلامية، اللي خلت من الدين والعبادات عملية تقنية أكثر منها روحانية، وخلت من الفقه مسألة جامدة عبارة عن مسائل وحلولها وإلى آخره، وكيف تحجرت القلوب يعني بوضع العقيدة في قوالب. يعني تلقوا بعض الفرق تبدأ بوصف الله سبحانه وتعالى ويقسموا في الإيمان به بثلاثة أقسام، ويعني أسماء وصفات، توحيد ربوبية، توحيد الألوهية وغيرها، فيضيع الجانب الروحاني من وجود المعبود أصلا، فتتحجر القلوب على حسب وصفهم. فأرادوا حبوا يكون عندهم كان يتلاقوا فيه الجميع ويعبدوا الله بشكل روحاني صرف. ويذكر هنا يعني أن أول المتصوف كيف بدو، وهنا بس هذا تصور في أبسط صوره، من بيش نخش في التعريفات الفلسفية والمراجع والأهم الأسماء والآخرين. هني بنسأل في ليبيا أمتى بدت الصوفية وشن أهم طرقها وأهم مجموعاتهم؟ سؤال يعني بجديات يستحق البحث. يعني هي تبي تبحث وتقصي بعمق يعني. والغالبية يقولوا أن أول من جاب التصوف الصوفية لليبيا هو أبو حسن الشاذلي، اللي هو كان سنة 1250 ميلادي، لكن طبعا
من الصعب تلقى ليه أي آثار في هذاك الوقت، ولكن احتمالية وقوعه واردة جدا، خصوصا يعني قرب تونس من ليبيا جغرافيا، وأثر الدعوة متاعها في تونس وفي مصر جدا كبير، وليبيا طبعا جاية جغرافيا ما بين البلدين. وعلى فكرة أصله مغربي، أو الحسن الشاذلي أصله مغربي، أقام في تونس زي ما قلنا يعني تحديدا في مدينة زغوان، وأتباعه في تونس مش شوية. أصله في الواقع يعني أصله في الواقع مختلف فيه، لكن زي ما عادت أغلب الطرق الصوفية ينسبوا في أوليائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغالب ترجع أصولهم لقبيلة من قبائل هوارة، ولكن لنعرفه مؤكد على الشاذلي أنه تعلم على يد عبد السلام بن مشيش، السيد عبد السلام بن مشيش، وهذا أيضا من المغرب، وزي ما بنشوفه غالبهم ظهروا في المغرب وانتقلوا في أفريقيا الشمالية وأمريكا أفريقيا جنوب الصحراء، بين البلدان اللي نعرفوها اليوم زمان ما فانش لا ليبيا لا تونس المغرب. المهم أغلبهم زي ما قلت مغاربة، وبن مشيش هذا من أمازيغ الريف في الشمال، وهذا نلقوه واضح في أسماء نسب أسرته، نلقوا أسماء جدوده الأمازيغ زي جده مثلا مزوار ومشيش واللي يعني القطة في الأمازيغية وغيره، ومع هذا أصحابه طبعا اللي بعده داروا له شجرة نسب وقاعد ينسبوا فيه لعلي بن أبي طالب عن طريق إدريس الأول. معنا المهم بن مشيش أصله من شمال المغرب زي ما قلت، تحديدا منطقة بني عروس نواحي تطوان، مش العروسي، بني عروس منطقة أخرى أو بني عروس، وحصل لحقيقة شرف زيارة قريته اللي ينسب إليها قبل سنوات متقفيا أثره. طبعا فيه اللي يقولوا لا التصوف خش لليبيا قبل هادو، كلهم عن طريق شعيب بومدين المعروف بالقطب، واللي يقال أنه أخذ من العالم المشهور عبد القادر الجيلاني، يقولوا له الجزائريين سيدي بومدين، أقام مدة طويلة في بجاية منطقة القبائل اليوم، ومات في تلمسان وعاش في الأراضي المتقطعة طبعا في الأندلس. وحنشوفوا احنا من شمال أفريقيا القدام شكون اللي مشي للمغرب وانتقل للأندلس وإلى آخره، وكان حتى هم كلهم تأثروا، حتى الأندلس كان فيها الصوفية حاجة كبيرة. المهم ومن أشهر تلاميذه أبو سعيد الباجي، طبعا نبقى حلقة تامة كنا بنتكلموا على كل واحد بنتبعوا الأثر متاعه، شكون تعلم من منه وشكون اخذ الطريقة من منه. المهم بالرغم من ورود كل هؤلاء الشيوخ على ليبيا، اللي استقر بها وكون فيها أول زاوية الباين أنه عبد الواحد الدكاري نزيل مسلاتة، هذا طبعا كذلك من وسط المغرب، واللي عنده لعند اليوم منطقة دكالة معروفة وتحمل نفس الاسم. على فكرة دكالة تعني في الأمازيغية الأرض المنخفضة، الدوكال دكالة. المهم الدكالي نزيل مسلاتة جي تقريبا سنة 1446، يعني حوالي 600 سنة فاتت. هذا بكل أريحية نقدر نقوله مكون أول زاوية في ليبيا، هذا اللي وصلنا. وطبعا وإن كان يرى البعض أن فيه غيرهم والغالبية من كبار الأسماء في عموم ليبيا مش طرابلس، يقولوا أنهم جو من المغرب زي ما قلت. طبعا قبلهم بهلبة فيه المرابطية، وأغلب الناس تخلط بين يعني سيد الشعاب وغيرها مرابطية، بين المرابط والولي، بين المتصوف والخلوة، بين الرباط والخلوة إلى آخره والزاوية إلى آخره، وهذا موضوعها بروحها هنيه احنا نتكلم على الأولياء والتصوف. مرتب هلبة طبعا زي ما تعرفوا، والولي هي مرتبة الأكثر شيوعا عندهم، عندهم القطب، عندهم المريد، عندهم قصة طويلة. المهم نلقوا قبائل هلبة لحمتها مبنية على الشكل يعني على هذا الشكل، تكون مبنية عليه مرابط، وزي ما قلنا المرابط مش موضوع على أساس الجد الأعلى ليهم جميعا، وحسب بحثي البسيط أغلب اللي يرتبطوا بالمرابطية تكون أصولهم صنهاجية ولواتية، وأغلب أتباع الأولياء تكون أصولهم القديمة هورية، وهذا بيبان بوضوح في قبائل هوارة اللي يمثلهم اليوم مسلاتة، زليطن، خمس، مصراتة، وجزء كبير من ترهونة، وحنشوفوا هذا مع، وطبعا جزء كبير من طرابلس وشرقي طرابلس كذلك، جنزور، تاجورة، المهم منطقة ديكا الغربية من طرابلس كذلك. المهم في لما نتكلم على القبائل الليبية حنتكلم على الحاجات هذه كلها وأصولها وشكون جاي منين وإلى آخره. وكان في فترة قريبة جدا ومتقاربة من بعضها صار فيه انفجار في عدد الأولياء والطرق وأتباعها حول
يعني واتباعها بعد فترة بعد قبضة العبيديين على أفريقيا الشمالية وليبيا، طبعا ما كانتش استثناء من هذا، وفضائل الفاطميين أكثر من أن يحصيها بنادم، وكان أكبر ضحاياها هو المذهب المالكي. وعلى فكرة حتكون في حلقة عن المالكية ودور الحصفيين في ازدهارها في ليبيا وأتباعها في طرابلس، وهني جي دور الصوفية والتصوف. طبعا الفاطميين يدعوا أنهم يعني وأساس عقيدتهم هو اتباع آل البيت، ويدعوا محبتهم ويدعوا طبعا محبتهم وغيره، ومع هذا عندهم عقائد الخاصة بهم، وفعليا تبعهم هالبناس في ليبيا. إيه كان فيه ليبيين فاطميين وعبيديين وعلى مذهبهم هذه كلها، وكان طبعا الهواريين عماد العبيديين، وبيهم بنو القاهرة وجنوب مصر، طبعا يعج بالهواريين حتى اليوم، وإن طبعا نسوا أصولهم إلى آخره. به صار خلاف كبير بين الزيريين والفاطميين اللي كانوا يدعونهم على المنابر، هذه علامة الولاء أزمان، لين جو الزيريين وكونوا دولتهم وفكوا الارتباط مع الفاطميين تحديدا بن باديس، وهذا نلقوا قصص هلبع مرتبطة بوضعية الدين في وقتهم ودور الصوبية في الحفاظ على الدين السني في ليبيا. وينقل لنا المؤرخين هذه القصص، خصوصا اللي ينقله لينا الرحالة التيجاني، طبعا تيجاني هواري حتى هو في هذاك الوقت، وعن قصص مثيرة عن تفاصيل دين الفاطميين وعاملتهم لسكان الساحل، منهم طبعا مدينة طرابلس اللي ما سلمتش منهم. وفي نفس هذيك الفترة كان في هجرة بني هلال وبني سليم، ويعني اللي وجهوهم الفاطميين لإفريقيا الشمالية انتقاما من الزيريين. ونلقوا أيضا التيجاني يتكلم عن الخراب اللي عم طرابلس وضواحيها والمناطق القريبة منها، وهذا كله نلقوه في رحلة التيجاني. يا أخي حتى عبد السلام الأصمر في الوصايا الكبرى، وإن كان طبعا متأخر عن هذه الأحداث، طبعا تكلم على هذه الأشياء والخراب العام بطرابلس والمشاكل والأشياء هذه في فقرات التنبؤ هذه اللي يدير فيها. على أي حال، معليش مقدمة بس نحس فيها مهمة باش بنادم يكون عنده تصور عن اللي صار في ليبيا ومنين وأمتى بدي التصوف عندنا. مما لا شك فيه أن التصوف خلق توازن بين أدعياء الفاطميين العبيديين الإسماعيلية عن ادعاء حب آل البيت، والمتصوفة هم بدرهم هم قاموا بنفس الشيء ولكن في داخل الإطار السني للمذهب المالكي، وداخل طبعا المدرسة المالكية الأشعرية. هذا طبعا بالنسبة للحالة الليبية، وحتى المتصوفة نفسهم مش الشيوخ بل أتباعهم كونوا أشجار سلالية لهم ونسبوهم للحسن أو الحسين أبناء علي رضي الله عنهم. في حالة ليبيا أشهر طريقة على الإطلاق وأقدمها هي العروسية. هني لو كان بنت عمق وبنتكلموا عليه الطرق اللي موجودة اليوم وأصولها، أقدمها هي العروسية المنسوبة لبن عروس المتوفي في تونس، هذاك مش بني عروس المنطقة، هذا بن عروس نفسه المتوفي في تونس سنة 1463، وهو كذلك هواري من نفس القبائل اللي تنتمي لها زليطن طرهونة مصراتة مسلاتة وغيرهم. وهذا طبعا يفسرنا علاش العروسية منتشرة في هذه المناطق وفي المناطق غرب الليبي حتى اليوم، وهذا على فكرة كله تكلم عليه التيجاني روا. وأكثر قبيلة أمازيغية عندها امتداد في الساحل هي قبيلة هوارة تاريخيا، حتى هوارة اليوم ما يعرفوش أن أصولهم أمازيغية، أو بعضهم ينكر هذا أو بعضهم ينسب روحه لشيء آخر، لكن التاريخ يقول خلاف هذا. على أي حال، مش بعيد عليكم داخل مدينة طرابلس فيه مناطق تسمى باسم هوارة، وأحيانا الباب هوارة وإلى آخره. المهم طبعا بن عروس سموه بن عروس لأن أمه لما تزوجت زوجها الثاني جابته معها، يعني كان عندها ثلاثة صغار خلت زوز وجابت معها واحد، فهو يقولوا له ولد العروس لأنها تزوجت وأنها مرة ثانية فهي عروس، فهو بن عروس.
زي ما قلنا خلت الأمة أمهم المصراتية أمهم أم بن عروس، هو صح تونسي من هوارة تونس لكن أمهم من هوارة مصراتة. يقول هو نفسه في شيء شعره يقول: أنا صيد عبوس من مشايخ الصوفية، أنا شيخ الدروس ابن الطرابلسية، أنا شيخ الشيخ بن عروس وطريقتي العروسية، أنا شيخ الدروس ابن الطرابلسية. هذا هو الشاهد، الطرابلسية الإقليم طبعا، وأمها زي ما قلنا من مصراتة. أنا الشيخ بن عروس وطريقة العروسية وشرابي كيوس من المناهل الشاذلية. إذن هو يعني هواري من جهة والدته المصراتية، وهواري أيضا من جهة بوه كما يثبت ذلك المؤرخين. طبعا في هلبة ينسبوا فيه حتى هو إلى الشجرة النبوية وإلى آخره، ولكن هذه الأشياء مش ثابتة أبدا. من أكبر أتباعه في ليبيا الشيخ عبد السلام الأصمر الفيتوري اليزلطني، هيك يقول في في الـ الـ الكتاب متاعه، يقول الشيخ عبد السلام الأصمر الفيتوري اليزلطني. طبعا الفيتوري كلمة فيتور كلمة أمازيغية وهو الزيتون المنفوش، والمعروف ويزليتن هيك كانت تنطق الكلمة يزليتن بالتاء مش بالطاء وفيها يا في البداية. ويزليطن أو يزليطن تعني في الأمازيغية الأوسط من الأبناء، فنقوله إحنا في الأمازيغية على الولد الأول أمنزو، الولد الأخير نقوله له أمازوز، آخر العنقود على قولة الليبيين. ويزليطن تعني الولد الوسط، وهو جد فرع من فروع هوارة اللي تسمت عليهم قبائل أزليطن. المهم الشاهد أتباع العروسية هم الأكثر في الغرب والوسط الليبي، وهي طريقة عامة الشعب، وما زال لها أتباع في يزليطن أو زليطن بين الفواتير وغيرهم. طبعا وإن كان الصوفية في ليبيا عموما في تقلص، يعني تعرفوا أن حسب الإحصاءات هنا نلقوا مثلا في الكتاتيب والزوايا وأعلامهم في ليبيا اللي خرز مركز الجهاد في مؤتمر متاع 99، تقول تقلص عدد الزوايا من 605 أو 59 زاوية منتشرة في كل أرجاء ليبيا حسب المؤتمر هذا متاع مركز الجهاد. المحصلة أن فيه 13 طريقة صوفية في ليبيا. احنا بدنا بالعروسية، وزي ما قلت طبعا العروسية اللي ينتمي لها أتباع عبد السلام الأصمر وأحمد الزروق وغيرهم. طبعا الأصمرية متاع عبد السلام الأصمر ينسب نفسه للعروسية بدون أدنى شك كذلك، وهي من بين ثلاثة شخصيات مهمة في عصور جدا متقاربة زي ما قلت. وهذا كله طبعا انتشر في منطقة معروفة الانتشار فيها عدد لا بأس به من الهواريين زي الدكالي نزيل مسلاتة وهم هواريين، وكذلك الزروق نزيل مصراتة وهم هواريين كذلك، وعبد السلام الأصمر كذلك أزليطا. الوحيد اللي هو ابن ليبيا وأصيل ليبيا اللي هو عبد السلام الأصمر، الثانيين نزلاء في على المنطقة. طبعا أبرز متصوفة ليبيا بل أفريقيا الشمالية واللي يعتبروا فيه المؤرخين عالمهم الأمرز، عالم من علماء الصوفية الأبرز، هو بدون شك أحمد الزروق، واسمه الأصلي على فكرة محمد وليس أحمد، لكن لما توفى أبوه الله يرحمه سموها عليه، واسمه الأصلي محمد وسمي بالزروق طبعا لأن عيونه زرق. يقول هو نفسه في أبيات شعرية يقول راجي رحمة الغفار: أحمد ابن أحمد الخضار، البرنسي الأصل ثم الفاسي، المشهور بالزروقي عند الناسي. شين يقول تاني؟ يقول راجي رحمة الغفار: أحمد ابن أحمد الخضار، البرنسي الأصل ثم الفاسي، المشهور بالزروقي عند الناسي. البرنسي الأصل ثم الفاسي لأنه عاش في فاس، المشهور بالزروق عند الناس طبعا لزرقة عيونه زي ما قلنا. يقول راجي رحمة الغفاري: أحمد بن أحمد الخضاري، البرنسي الأصل ثم الفاسي، المشهور بالزروق بين الناس. طبعا الزروق نوارة ليبيا زي ما يقولوا في العلم بدون أي منازع، ترك لنا كناش عن حياته وتنقلاته، وكان طبعا مش من الكناش هذا، راه اليوم سمعنا من مريديه وأتباعه داروا له نسب شريف حتى هو، وخلقوا له شجرة ترتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا فيه حياته ما سمحش للناس يديروا له زاوية، وهو عالم ليس كغيره بدون شك، ويعتبر يعني يعتبروا فيه مقارنة بفطاحلة الصوفية في العالم الإسلامي، الصوفية الفلسفية، ويعتبر مدرسة قائمة بذاتها. وكان ألف كتاب قواعد التصوف، وهذا بروحه مدرسة. ويقال لو أن الزروق في منطقة تانية تكون القبيلة من نفس نسلة، ولو خلى أولاد لكان علم ليبيا الأكبر بكثير من اللي هو عليه اليوم. قارن مؤلفاته بغيره ويتضح لك الأمر وتعرف قدره. وعلى سبيل المثال بس العناوين متاع المؤلفات متاعه، عنده قواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل الأصول والفقه بالطريقة، هذا كتاب ليه. وعنده الجنة للمعتصم من البدع بالسنة، وعنده شرح لكتاب دلائل الخيرات، وعنده طبعا تفسير القرآن العظيم. والمهم هل بقداش بنتذكر من العناوين متاع كتاب كتب الزروق. طبعا ليبيا يجب أن تفتخر بوجود علماء كبار بينهم زي الزروق، وطبعا لازم تعاد المخطوطات لليبيا، وعلى الأقل تحصى وتدرس. طبعا كخلفية الزروق يعني عالم جال وساح وتجول وتعلم من علماء وأخذ من علماء كبار. هو أصله من جهة تازة بالمغرب، من قرية تسمى تيليوين، وهو أمازيغي بورنوسي كما ذكر الأستاذ علي فهمي خشيم في كتابه، وأظن رسالة دكتوراه هي بتاع الدكتور علي فهمي خشيم. وذكر هو نفسه في كناشة تيتم مبكر وخالط تجارب كثيرة في حياته، منها تحصيل علم وسافر لمصر وجاب كل أفريقيا الشمالية تقريبا. اللي همنا هنا هو لما جي لليبيا مشي عند قبائل هوارة، تحديدا قبيلة يدر، انزل عندهم. يدر هذه جزء من المصراتة اللي ما يعرفش، انزل عندهم مستقبله السيد أحمد الناسك الغلباني. تذكروا الاسم هذا، أحمد الناسك الغلباني. والشيخ أحمد الله يرحمه، السيد أحمد، زوج أحمد الزروق بنته اللي يسموا فيها المؤرخين أم الجليل، وربما يكون هذا يعني كنية لها مش اسمها. طبعا اللي ما يعرفش لقب الغلباني في مصراتة، هو اللقب القديم لعيلة أم الليطان اليوم وعيلة السعداوي. عيلة أم الليطان عندي فيهم أصحاب هلبة وأحباب، وعيلة السعداوي كذلك يعني يجمعهم لقب الغلباني. معليش معلومة جانبية، وهذا مش عيب، ولكن التاريخ هيك يعلمنا الإمام مهما ارتقى شأنه في العلم لن يخلد اسمه لو لم يكن له عصبية، زيه زي الحكم. لو لم يكن له أبناء وقبيلة ترفع قدره. ففي ليبيا للأسف جونا زوز علماء صوفية كبار جدا، صحيح عندهم حظ وعندهم أتباع وعندهم ناس يقدروا فيهم، ولكن بالنسبة للعامة ما عندهم هذا القبول لكبير هلبة، اللي هم صحيح هم مبجلين من عموم الليبيين، لكن مش بنفس المستوى متاع الأولياء الكبار اللي عندنا في ليبيا زي الدوكالي والزروق والزوز. ديهم مكانة كبيرة جدا، هلبة بس العصبية والقبلية هي اللي تغلب في النهاية، حتى في الدين وحتى في الحكم وحتى في الهجات هذه كلها. الزروق قري على يده أسماء أعلام بتنشهر بعدهم بعدين، وهذا اللي بنجوهم بعدين لما بنتكلموا على أولياء طرابلس، مدينة الأولياء، اللي زي الخروبي والحطاب، الخروبي الصغير والحطاب، وزي ما قلنا بيبانوا بعدين في أولياء طرابلس. هادو مرة تانية الدكالي والزروق والأصمر، الثلاثة في زمن جدا متقارب وفي ظروف تاريخية متقاربة جدا، اتسمت يعني بالقلاقل، السيبة، الفوضى، النهب، القتل، الغزو، والبلاد في وقتهم كانت في على قولتنا توه هردميسة. معليش مرة باش نقرب الكلام لعامة الناس نقول في الكلام هذا. فكان هادو الثلاثة دور كبير في تهبيب النفوس وإصلاح ذات البين، وطبعا وهذا نلقوه حتى في فقه النوازل بالنسبة للزروق والدكاري والتنبؤات متاع عبد السلام نصمر. كان يدعو لوحدة الصف والإصلاح، وينبه من الفتن، ويتكلم على القلاقل والمشاكل اللي صارت في طرابلس في هذه الفترة.
أنا ركزت على هادو الثلاثة لأنهم الأشهر في وقتهم، وإلى جانب طبعا السنوسي وبعدهم كلهم جاي في فترة متأخرة هلبة بقرون جعلوا ليبيا موطن لهم به. وعلى فكرة حتى السنوسي هو في الحدود الليبي الجزائري أصلا من الحدود الجزائرية المغربية، فتعتبر من المغرب تاريخيا. المهم وفيه طبعا الطريقة العيساوية اللي عندهم أجمل الحضارات، الحضرة أظن هيك تنقال الحضرات، اللي قبل عامين حضرت معاهم في المولد النبوي الشريف. وهادو خلاف الآخرين عندهم مرشدين بتسلسل ليومنا هذا، وفيه عندهم دماء متجددة العيساوية أو تتسمى كذلك العيساوة كما يسميها أهل المنطقة متاعها، اللي هي هو أصله من مكناس في المغرب، واللي أسسها الشيخ الكامل محمد الهادي بن عيسى المكناسي، متوفي سنة 1526. صح طبعا متأخر على العلماء الليبيين هادو، ولكن هذه هي الطريقة اللي انتشرت في ليبيا. طبعا هذه متأخرة عن يعني العيساوية، هذه الطريقة متأخرة عن العروسية اللي تكلمنا عليها قبل شوية بحوالي قرن ونص. وهذه الطريقة ترجع للشيخ محمد بن العيساوة، ترجع لطريقة الشيخ محمد بن سليمان الجزولي. والله بجديت من بيش نطول في أسماء شكون خديه من خدوه. المهم سليمان، الشيخ محمد بن سليمان الجزولي اللي هو السملالي من إداو سملال من منطقة في جنوب المغرب، توفي سنة 1465. مش لاحظين معاي انه كلهم راهوا في فترات متقاربه جدا جدا، تقريبا 3 سنوات بينه وبين وفاه الجزولي وبين بن عروس بن عروس. وطبعا كلاهما امازيغ على فكره، بالاضافه الى الشاذلي اللي تقريرته مباشره يعني معاش عندها اتباع هلبه في ليبيا، وان كانت العروسيه تقنيا مرتبطه بها. الزاويه الصغيره اللي تكلمت عليها مشيت لها في المولد النبوي العام اللي فات، كان استقبلنا فيها مع ولد عمي إبراهيم مادي، صديق العزيز مصطفى إسكندر، صاحب متحف إسكندر المعروف في المدينة القديمة، وتعرفنا عليه شيخ الطريقة. الحقيقة كانت زيارة رائعة جدا، صحيح قصيرة لكن حرصت فيها أنني نزور أهم معالم مدينة طرابلس، بل معالم ليبيا، وبديتها بمصراطة وانتهيت بها في زوارة في رحلة هديكة. وطبعا الجبل هذا ضروري. وتعرفنا على شيخ الطريقة لما مشيت للزاوية الصغيرة، تكلمت على شيخ الطريقة العروسية في ليبيا، و الشيخ حميدة لوحيشي. والشيخ هذا إنسان وقور جدا جدا، وعنده هيبة حقيقة جدا جدا كانت مؤثرة للمشي هذيك والجلسة هذيك مع الشيخ لوحيشي الله يطول في عمره. وزي ما قلت عمره يعني تجاوز 90 الآن. اللي ما يعرفش العروسية في ليبيا تعتبر عيلة بنون، اللي هم عيلة بنون، الاسم بنون كبير هلبة، لكن نقصد عيلة بنون الطرابلسية. وعندي فيهم أصدقاء وأحباب هلبة كذلك، حتى هم كان ليهم اليد الطولة في إيصال العروسية لليبيا والعيساوية لليبيا عفوا. هي كلها مرتبطة ببعضها، وسامحوني مرات لخبطت الأسماء، العيساوية وليس العروسية. وكان فيهم عيلة كذلك من ضمنهم عيلة المسعودي. كان يحكي لي خالي فاضل المسعودي الصحفي طبعا الليبي المشهور أن جده محمد المسعودي الله يرحمه كان مجاز في العروسية، عفوا في معذرة والله لخبطت الأسماء، كان جده مجاد كذلك مجاز، وإن كان مجاز من خارج ليبيا طبعا. وجده محمد المسعود الله يرحمه كان قاضي، وكان من شيوخ الزاوية كذلك. طبعا الزوايا في ليبيا فيها إيجازات وعلم وتراتبية وكتب وشروح وحفظ ونصوص ومتون. طبعا مش زي اللي توه اللي يجي يفتي كل من هب ودب، واللي صغار نشوفوا فيهم في العشرينات يعني يفتوا ويحكموا ويكفروا ويحرموا. المهم ولت هردة ميسا على قولت بكري على قولت الليبيين. باش ما ننساش، لو في حد حافظ على المألوف في ليبيا هم العيساوة.
أو العيساوية بدون أدنى شك، طبعا إلى جانب المدنية، بس الآن العيساوية هي واخد الصدارة في موضوع المحافظة على المألوف. وكبار تتذكر الحلقة اللي درتها للغناء في ليبيا وتاريخها وتاريخ أهم المغنيين في ليبيا، ثلث أرباعهم كانوا أبناء الزاوية العيساوية، وسواء في طرابلس المدينة القديمة أو في الخمس ومسلاتة أو في المناطق هذه كلها. باش ما نطولش، الطرق الموجودة في ليبيا مرتبة طبعا حسب العدد من اللي من بكر ينذكر فيهم، وفيه بعدها بأقل عدد طبعا الرفاعية. المدنية صح هي الأقدم لكن عددها الآن ضئيل جدا، وهي ربما الأقدم، والعلوية والتيجانية. والتيجانية طبعا منتشرة انتشار كبير في أفريقيا جنوب الصحراء، أكثر الأفارقة اللي يجون في ليبيا عمال وإلى آخره، تجي تتكلم معهم. وأنا مرة اللي فاتت جبت مجموعة هيك نظفوا لي حوشي في طرابلس، وقاموا معي بضاعة، تكلمنا وكان في حديث شيق جدا. بعضهم والله متعلمين لكن ظروف الحياة جابتهم لليبيا، وللأسف الشديد الناس يعاملوا فيهم معاملة سيئة. والله بعضهم يصبح يكونوا علماء عندنا في ليبيا. أنا نقول لكم يعني تعرفت على واحد سنغالي مسكين يخدم في البناء، جبته باش يخدم معي في تحميل بعض البضاعة والتنظيف. إنسان متعلم ومتفقه وحافظ التاريخ ويتكلم بعربية فصحى راقية جدا. المهم طبعا التيجاني هو أحمد بن محمد المختار التيجاني، هذا اللي يتبعه فيه في جنوب أفريقيا جنوب الصحراء، المتوفي في 1815، وهم هو طبعا من الجزائر، هو يختلف عن التيجاني الثاني، وتوفي أصلا من الجزائر لكن توفي في فاس، يعني هارب من اضطهاد الأتراك ليه، وهو غير التيجاني أو إيه هرب من اضطهاد الأتراك وبعدين أول صارت الاحتلال الفرنسي للجزائر. غير طبعا التيجاني المشهور صاحب الرحلة، وإن كان هو كذلك جوال وصاحب رحلة. وفيه طبعا الفرق المحدود الانتشار في ليبيا زي الجعفرية والنقشبندية ولو بشكل محدود جدا. وشخصيا عمري ما تلاقيت مع نقشبندي في ليبيا، وعندنا في ليبيا كذلك البرهانية وغيرها، ولكن بدون شك ما فيش تجديد كبير صار في ليبيا إلا عن طريق السنوسية. عارفكم وأكثركم ترجوا باش نتكلم على السنوسية. نعم السنوسية، واللي تأسست في ليبيا سنة 1843 في مدينة البيضاء، واللي فيها أشهر زواياها هي والجغبوب. الجغبوب وانا تكلمنا عليها لما تكلمنا على مكتبات ليبيا العامرة، وتكلمنا على الشيخ محمد على يد الشيخ محمد بن علي سنوسي المتوفى سنة 1859، يعني بضع سنوات بعد تأسيس السنوسية في ليبيا، اللي تولى بعدها طبعا ولده المهدي، ومنهم شخصيات كبيرة في ليبيا زي الملك الصالح محمد بن إدريس السنوسي، ومنهم طبعا أشهر من نار على العلم عمر المختار وأبرزهم في الجهاد، ومنهم الشيخ فضيل بوعمر الأوجلي، وانتشرت في كل أرجاء ليبيا تقريبا، ولكن الشرق الليبي والوسط هو أكبر مكان نفوذهم إلى جانب غدامس، وعندنا نسمة أظني، وعندنا في حتى في جبل نفوسة في أتباع للسنوسية. المهم أصل السنوسي وهو النطق العربي للقب، فأصل اللقب هو آيت آسنوس، وهي قبيلة في جزء قريبة من مستغانم في الجزائر، من أصل أمازيغي ترجع لقبيلة كومية أو قمية اللي هي المعروفة، وهذا اللقب موجود حتى اليوم في بني زناسن بالجزائر على مقربة زي ما قلت من مستغانم، والمنطقة أجزاء كبيرة منها إلى اليوم تتحدث الأمازيغية. طبعا الحركة السنوسية حركة إصلاحية دينية تجديدية بامتياز، وكانت تقاوم ثلاثة استعمارات، وهذه طبعا السنوسية تحتاج حد يدير عليها مسلسل يفهم الناس ويوعي تاريخنا، لأن تاريخنا مطموس وهلبة ناس ما تكلموش على الحاجات هذه. السنوسية كان لهم فضل كبير في الجهاد الليبي، قاموا ثلاثة استعمارات في ذاك الوقت، الفرنسي في الجنوب
والصحراء والإيطالي والإنجليزي في نفس الوقت، أكثر حركة تنظيما في تاريخ ليبيا المعاصر، وللأسف حاربوهم الإيطاليين ومن بعدهم الإنجليز، ولو حاولوا أنهم هم يتلطفوا لهم ويتبنوهم إلى آخره. وطبعا ازدهرت الحركة السنوسية وكبروا لعقود طويلة هلبة وفي حلك الظروف، وراهم مش في ليبيا بس، هادو قلت لك السنوسية منتشرين في كل، وعندهم حركة مقامة في كل أفريقيا جنوب الصحراء، وفيه حتى في الجزائر أتباع لهم زي ما تشوفوا المخطوطة هذه باللغة الأمازيغية عن عقيدة محمد بن علي السنوسي. فكان لهم الفضل كبير في إرجاع الدين وتهذيب القبائل المتحاربة في الشرق الليبي، وزادت شوكتهم في العهد الملكي، ولكن للأسف اضطهدهم القدافي بشكل كبير جدا، وللأسف ما عاش عندهم مرشدين كيف ما كانوا زمان، ويجب عندهم الخلط طبعا ما بين الحركة السنوسية كحركة سياسية والسنوسية كطريقة صوفية. وزي ما قلت هذا نموذج للعقيدة السنوسية باللغة الأمازيغية بخط عربي، جتنا من منطقة القبائل في الجزائر تحديدا، تقريبا منطقة بجاية. صحيح الحلقة معاش ولت حلقة أولياء، ولت عن الحركات الصوفية في ليبيا، ولكن مقدمة لازمة منها، وزي ما تعرفوا في حلقاتي كلها لازم نعطي مقدمة مستفيضة في التاريخ. وأخيرا طبعا ليس آخرا، الكثير من الناس ربما يعرفوش باللي للإباضية في ليبيا منظومة، مش غير في ليبيا على فكرة، الإباضية كلهم شبيهة بالمرابطين، منظومة شبيهة بالصوفيين. يعني أكيد أكثركم يعرف، أنا بنعطيكم غير مثال بس هيك من حاجة يعرفوها أكثر ناس من سكان طرابلس، يعرفوا جامع عمورة في شارع بن عاشور، أكيد أكثركم تعرفوا شارع بن عاشور وجامع عمورة تعرفوه، اللي ما يعرفاش أكتركم هو يسموا فيه جامع الساعة أظني بسبب الساعة اللي موجودة في القبة. المهم اللي ما يعرفاش أكتركم أن أصل خلوة العزابة في زنقة بيت المال في بن عاشور. أنا نفسي سكنت بن عاشور وعلى مقربة بهذا الموضوع، ومشيت زرت الخلوة هذه مؤخرا في بن عاشور. تعرفوا شكون العزابي هذا؟ علاش يقولوا له خلوة العزابي؟ وهنيه بنقول لكم على التصوف عند الإباضية. طبعا هذه الخلوة من الأشياء المنسية تاريخيا تماما في تاريخ طرابلس، وأكثر الناس يعرفوها بعد التجديد متاعها، ويعرفوا التاريخ متاعها بعد ما تجددت، وما يعرفوش والمسجد اللي بنيه بجنبها، لكن ما يعرفوش شكون اللي قائم عليها وشكون أصلها. وخلينا نبدو باسم العزابي. أكيد أكتركم طبعا يعرف الطبيب الشهير الدكتور العزابي في طرابلس ولو بالاسم، وأكيد عندك صديق تعرفه أو قريب أو جار يحمل لقب العزابي. خلينا نقول لكم حاجة باش بجديات تفهم الموضوع، راهو لقب العزابي ما هوش لقب. العزابة هي منظومة دينية عند الإباضية تشبه الزوايا الصوفية. المهم خلوني على العزابة إلى حد ما. ومجلس العزابة عنده خلاوي في كل المدن اللي يتواجد فيها الإباضية، وطرابلس في القرن 18 و17 كان فيها عدد كبير جدا من أهالي الجبل، ولهذا كان عندهم خلاوي في طرابلس من ضمنها هذه خلوة العزابي. هذه ترجع للقرن 18 لما كانت بن عاشور خالية وخلي مخلي وسواني، وكان مكان الوقت قريب بن عاشور كانت خلي مخلي، أنا نفسي يعني ملحق على جزء من السواني متاعها، وكانت مكان عزلة وبعيدة عن الضجيج والساكنة. يقول الشيخ علي يحيى معمر في كتابه الإباضية في موكب التاريخ تعريف العزابة، باش هيك نكونوا مرتبطين بالموضوع. العزابة وتعني العزلة والغربة والتصوف والتهجد والانقطاع إلى رؤوس الجبال، ويقصد بها في الاستعمال الانقطاع إلى خدمة المصلحة العامة إلى آخر ما يقول. ويقول كذلك حلقة العزابة أخذت من التحليق والاستدارة، وهكذا يجلسون في اجتماعاتهم الرسمية. طبعا هو نفسه اللي قلناه قبل شوية عليه الصوفية والزوايا الأخرية، سامحوني طلع الكتاب. وعندهم طبعا أورادهم وأدعيتهم. أنا نذكر وأنا صغير عمي
محمد مادي فقيه وعالم متضلع وكان إمام مسجد وإلى آخره في المذهب الإباضي، شيخ متضلع وليس عالم، شيخ متضلع في المذهب الإباضي، كان يدير في أوراده الصباحية ونسمع فيها وأنا صغير اللي هي تتسمى اللطفية، وهذه يدير فيها بعد الفجر، وعندهم اللطفية اللي يديروا فيها بعد العصر، وواحدة يديروا فيها بعد المغرب، فهذه حتى كذلك من الأوراد اللي كان يديروا فيها. طبعا أشهر كتاب عند الإباضية فيه نفحات صوفية بدون منازع هو كتاب قناطر الخيرات للشيخ أبو الطاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي، أصيل مدينة جيطال في جبل نفوسة، توفي في جربة سنة 1349. طبعا هذا سابق للدوكالي اللي هو أقدم زاوية عندنا في ليبيا ب 120 سنة تقريبا، ايه 120 سنة نقوله باش نسهل الحسبة. طبعا الدوكالي هو دار الزاوية متاعها سنة 1427 ميلادي، و يعني لو بتحسبه يعني من 1427 إلى 1349 حوالي 120 سنة زي ما قلت، أو 122 سنة هيك بالتحديد. والجيطالي هذا نحبس في طرابلس، وكان فيه عنده نقاش كبير مع علماء طرابلس، وصارت عليه وشاية وقصة طويلة. المهم استقر به المقام في جربة ومات فيها بعد ما شفعوا له أهالي جربة عند الوالي، ورجع إلى جربة ومات فيها. يتسمى عند الإباضية باسم غزالي المغرب أو أبو حامد الغزالي المغرب، والسبب في هذا التسمية هو شدة تأثره وحبه لكتاب الصوفية لأبو حامد الغزالي. وطبعا آراء الصوفية الروحية ومجلس العزابة فيه الأشياء هذه كلها. مجلس العزابة طبعا زي ما نعرفه أسسه محمد بن أبي بكر الفرسطائي، وهو كذلك من جبل نفوسة من منطقة فرسطة اللي قريبة من كاباو اليوم، وكانت مدينة لها شأن كبير في التاريخ، أكبر بكثير حتى يعني من أكبر المدن الآن اللي موجودة، لكن للأسف المدينة اضمحل تاريخها وتقلص شيئا فشيئا. يعني 300 سنة على فكرة قبل هذه الأحداث كان أسس مجلس أبو بكر الفرسطائي، هذا محمد بكر الفرسطائي أسس مجلس العزابة. المهم يتسميه الموسوعات الإباضية أحد أقطاب المذهب الإباضي، محمد بكر الفرسطائي يسموه في أحد أقطاب المذهب الإباضي، بل حتى المتأخرين من الإباضية يستعملوا في لفظة القطب وهي لفظة صوفية صرفة، يسموه في الشيخ طفيش القطب وغيره. المهم حلقة العزابة انشرنا عنها كتاب في مؤسستنا وتشوفوا في صورته هنيه، يمكنكم الحصول عليه مجانا من الإنترنت وإنزاله من موقع مؤسسة التوالي الثقافية. طبعا فيه إلى جانب كتاب قناطر الخيرات للجيطالي كتاب تبيين أفعال العباد للفرس الطائي، كذلك مش هذا مؤسس العزابة، ابنه وهو حتى هو عمدة للمذهب. وطبعا ما ننسوش أكثر واحد تأثر بكتابات الغزالي هو الشيخ أبو يعقوب الورجلاني، وهذا عاش في الأندلس، احنا توخرنا هلبة 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 في فترة نعم إبادي في الأندلس، وفيه حقيقة مبحث مهم جدا عن الإباضية في الأندلس وشيوخهم، وفيه حتى ليبيين سافروا لعند الأندلس وبقيوا فيها وتعلموا فيها ورجعوا إلى شمال إفريقيا ودرسوا في الزيتونة ودرسوا في فاس وإلى آخره، وهذا مبحث بروحه وتاريخ بروحه بنجوه لما بنتكلموا على أشهر الليبيين اللي درسوا حول العالم. عندنا حتى ليبيين درسوا عند الإمام السيوطي، مش هنتفرع في الموضوع هذا وحنختصر الكلام. المهم قلت لكم يعني هلبة من تاريخنا من منسي، ويخي عاش يعني هذا الفرس الطائي عاش في أدغال أفريقيا، حتى الورجلاني عفوا عاش في أدغال أفريقيا حتى وصل إلى خط الاستواء وكان داعية كبير ودخل الإسلام على يده، رؤساء قبائل أفارقة وإلى آخره، وكان زي ما قلت متأثر هلبة بالغزالي بشكل كبير. وما ننسوش آخر أشهر علماء الإباضية الشيخ طفيش، كتب حتى هو في أفرد في الذخر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى باب خاص بالتصوف أو علم السلوك زي ما يحبوا الإباضية يسموه. والمهم الموضوع يطول وحندير حلقة عن الإباضية وكذلك عن في المستقبل بدون شك إلى جانب الملكية طبعا، وكل ما مر بليبيا من فرق ومذاهب وديانات
وغيرهم باش نعرفوا تاريخ متاع بلادنا. المهم في الختام فيها أسماء في كل قرى جبل نافوسة اللي منهم شخصيات بارزة شبه الولي الصالح توه بالأمازيغية، يتسمى الولي الصالح أجر الروم ولا أجر الرام، ومنهم صاحب طبعا الأجر الرومية اللي يعرف شوية على اللغة العربية، أشهر كتاب في تحت تعليف اللغة العربية كاتبه ابن أجر الروم وهو أمازيغي من صنهاء من مصمودة. وتعني الولي الصالح نتذكر وانا صغير في تعلم اللغة العربية تعلمنا الكلام هو الفعل هو الكلام الوطن. الله نسيت كل هذه الأبيات والأشياء اللي حفظناها. الكلام هو اللفظ المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء بمعنى، وهو إيه المتون هذه اللي حفظناها والأشياء اللي حفظناها. المهم الأجر الروم بالأمازيغية تعني الولي الصالح، وطبعا من باب الحميمية في جبل نافوسة يسموا في الأولياء متاعهم أمي، ومثلا أمي بيدت، أمي يحيى، أمي سعيد إلى آخره. ولما تكون الولية مرأة ينقال ننا مار، ننا زور إلى آخره. وعلى فكرة الإباضية حتى هم عندهم الإجازة وعندهم سلسلة نسب الدين، وآخرها في جبل نافوسة اللي كتبها الشيخ عبد الله الباروني وصديقنا الآن الشيخ الشيباني الله يذكره بالخير، سليمان الشيباني الموجود في عمان، ويكتب حتى هو في سلسلة الدين. وعبد الله الباروني طبعا اللي تعرفوه هو والد المجاهد الكبير الشيخ سليمان الباروني. آسف بجدية طولت هلبة وما زال ما عطيتش الموضوع حقه بكل شيء، لكن المهم أن الحلقة هذه كانت مقدمة، والحلقة الجاية بنتكلموا بتفصيل عليه تاريخ التسميات في طرابلس، وهذا كله باش نوصل له أسماء الأولياء في طرابلس سامحوني، ونسبة كل منهم وأفضالهم وتاريخهم والمقاومة متاعهم للاستعمارات والمستقاومة متاعهم للديانات والانحرافات وإلى آخره. يعني الأسماء اللي نسمع بها اليوم موجودة في المناطق، وغالب يعني أسماء المناطق خلوني يعني تكون منسوبة لهم، وخلوا نولوا على طرابلس. وأهم كتاب يمكنكم معرفته هو عن أشهر أعلام طرابلس من الصوفية وأوليائها هو كتاب التيجاني وكتاب الإشارات كذلك. وطبعا أنا مستغرب لعن تو علاش كتاب التيجاني ما تمش تحقيقه. دار رحلته هو التيجاني 1306 يعني قبل ما دخول الأتراك لليبيا. يعني أغرب الشخصيات المذكورة فيه غير اللي تكلمت عليهم في المقدمة. وبنختم هنيه وبنقول لكم سامحوني على التطويلة، وبنقول أبيات جميلة جدا على مدينة طرابلس تقول طرابلس الغراء ترى لي عودة إليك، وهل يدن الذي كان قد ذهب سقى الجانب الشرقي منك سحابة ولا زال فيها من رياح الصبا مهب، بلاد لها بالخلد شبه آية فمنها نبات الزعفران كذا العنب، ترى سوحها من فضة فإذا اكتست بشمس الضحى أضحت لجينتها ذهب، وفي كل حول حولها حلة حلت برؤيتها خضراء من سندس القصب، وفيها نخيل باسقات إذا الصبا تهب عليها يانع الرطب، وفيها من الأشجار ما جل وصفه بأوراق الورقاء غنت من الطرب. وهذا طبعا ينتقل على كل شيء، على كل شبر من ليبيا الحبيبة. وتقريبا ما فيش منطقة في ليبيا ما فيهاش ولي أو شيخ أو مرابط أو أمي أجرام بالأمازيغية، فعندنا الشيخ والمرابط والأمي أو أجرام بجانب الخلوة والزاوية والحلقة. وسامحوني على الإطالة، ونهاركم سعيد، وتحياتي لسكان المدينة القديمة وزاوية الدهماني وعرادة وسيدي خليفة والفلاح وحي الأندلس والسراج وسيدي المصري بغرارة والحشان والنوفليين وكل طرابلس الحبيبة، باش ما نطولش ما نسميكمش كلكم. لكن المرة الجاية نوعدكم نتكلم بالتفصيل على كل المناطق متاع طرابلس ومنين جت التسميات. تحياتي وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم.